السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في الأورجانزا هي بقت لوحديها، وده لوحده، ده لوحده أهو، وده لوحده أهو، كده الاتنين أهم متقفلين بالسوستة السحرية بتاعتهم. إيه تاني أنا هعمله عشان يبقى أنا قفلت الفستان ده وكده أنا خلاص خلصت نص الدار؟ هجيب بقى إيه؟ هجيب السدر قدام حضراتكم، هتشوفوا هنعمل فيه إيه عشان نقفل الكتاف ونبدأ نقفل ايه الفستان مع بعض كده وخلص. وده يعني دي كده نهاية شغلي في الايه في الفستان دوت مع حضراتكم. الكمام والكلام ده كله تركيبه موجود عند حضراتكم في كذا فيديو تاني، في كذا فيديو تاني. ادي بقى قدامي اهو، خلاص كده انا هركن الظهر لغاية ما اعمل ايه. تعال بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه في في الصدر نفسه. أرجو إن حضراتكم يبقى عندنا نوع من الصبر. على فكرة نصيحة أخوية أبوية، ها؟ لو أنت ما عندكش صبر على شغلانتنا هقول لك ما تتعبش نفسك. شفت أنا بقول لك إيه؟ ما تتعبش نفسك. لأن شغلانتنا دي صبر. ماشي؟ أنت بتصبر على الحاجة بس بتلاقي نتيجتها وبتفرح بيها بعد ما تخلصها. وخاصة لما تيجي حضرتك تلبسيها تلاقيها بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله مظبوط على حضراتكم. زي ما أنا قلت أهو، هروح جاي بقى أهو، نمشي مع بعض خطوة خطوة كده. زي ما حضرتك قلت لك هتروحي ظابطة الكلام ده على البنك كده بالدبابيس. ماشي؟ طب إيه رأي حضراتكم، معلش، نظبط الكلام ده مع بعض بالدبابيس على البنك وبعد كده إيه نقعد نقفله عشان بس يبقى انا ما بعملش حاجه بايه بنوع من التعالي. يعني ايه نوع من التعالي؟ انا اعرف اقفله كده بس انا عايز حضراتكم انتوا اللي تقفلوه بنفسكم. فانا هعمل ايه، هقوم على البنك واقفله بالدبابيس وتشوفوه وبعد كده اقعد اقفله قدام حضراتكم. طيب انا دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم ان انا هجيب دلوقتي ادي الستان اهو بتاع الستر، نحطه كده، نعتبر ان انا واحد مبتدئ خالص وهبدا اظبط الاثنين فوق بعض اهو عشان ما فيش واحده تيجي اكتر من واحده. ادي وش الستان في ظهر ايه؟ في ظهر الاورجانزا ديت اهي، واروح جاي مظبطهم كده بالايه؟ بالدبابيس. اجي اظبطهم كده ايه؟ بالدبابيس. تمام؟ لاحظ معايا كده ان الاورجانزا ايه؟ ازيد حاجه بسيطه؟ تمام؟ ليه؟ لأن طبعًا بص أنا لما أجي أروح ظابط كده دول مع بعض، ماشي، وأروح فاتح القصر اللي هي موجودة جوه، ها ظبطوا مع بعض ولا لأ؟ أهو، تمام؟ فأنا دلوقتي بظبط إيه؟ اللي أنا هقفله هقفل إيه؟ الكتاف، الدبابيس بتاعتي أهي، وأروح جاي مجمع الأورجانزا مع إيه؟ أورجانزا، دانتيل، تل مطرز، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة في أي حاجة في الخامة نفسها. مفيش مشكلة في أي خامة حاجة في الخامة نفسها. شوف أنا بظبط أهو دلوقتي أهو، وبعد كده هنقعد على المكنة نقفل الكلام ده وأقفل إيه؟ أنا زي ما قلت لكم إن أنا هعمل معاكم إيه؟ هقفل معاكم الكتاف وهقفل معاكم الحوض وكده الفستان يبقى إيه؟ خلص. وأرجو إن أنتوا تعذرونا في مسألة إن أنا أقدر أنزل مثلا كل يوم فيديو أو ده ودوت، ده بيبقى صعب عليا. ده بيبقى صعب عليا. ليه؟ لأن أنا بيبقى عندي شغل، دي حاجة. ثانيا معلش الصوت والأحبال الصوتية بيتعبوني دايما في إن أنا أقدر أنزل كل يوم. فدعوات حضراتكم، دعوات حضراتكم إن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالإيه؟ بالشفاء. فدي حاجة. ثانيا أنا مش هبخل عليكم بأي حاجة أصلا ما اتعملتش ولا اتشافت على القناة إلا وأنا هوريها لحضراتكم. كده أنا قفلت إيه؟ قفلت الاثنين أهو كده بالظبط مع بعض. تمام؟ كأني بالظبط واحد أول مرة يشتغل في خامة زي كده وبيبدأ يقفلهم مع بعض. قفلتهم أهو مع بعض، أبدأ أروح جاي قاعد على المكنة ومقفلهم عشان أبدأ أقفل إيه؟ الصدر مع الظهر. في نقطة معينة، طبعًا ده الصدر أهو كده. إحنا عارفين إن أنا بعمل إيه؟ إن أنا باجي بالنسبة
لحرجة القمة الأمامية باجي بحاجة زي كده اسمها الجيرو، الجيرو، القشطورة، الريجه، دي كلها الفاظ ومصطلحات يجب ان احنا نبقى عارفينها. دوت اسمه الجيرو. الجيرو الامامي شوف بيبقى مفخور ازاي، لان كده كده لما اجي انا على المانيكان هنا هو تمام، واجي اشوف الفتحه دي كده، بص قال الكتف اهو يبدا يخش معايا، يبدا يخش معايا، فهي هي الدخله يا جماعه اللي انا عاملها هنا هو بالظبط، هل الدخله دي هي ديت اللي معموله. فالجيرو دوت تجربه عمليه ماشي، ملهاش مقياس معين، بيبقى ايه؟ بيبقى معمول على التلبيس الطبيعي للجسم. فباجي اروح حاطه كده بالظبط اهو، وابدا ايه؟ اروح مصفي الزياده دوت في الامامي فقط لا غير، في الامامي فقط لا غير. عشان انا نسيت اقول لحضراتكم الكلام دوت واحنا شغالين، فايه؟ انا دخلت بالايه؟ بالجيرو دوت اللي هو ايه؟ الشكل الطبيعي لحردة الكم الأمامية، الشكل الطبيعي لحردة الكم الأمامية. تاني حاجة أروح عامل إيه؟ آجي أروح جاي واخد من، معلش أنا ممكن أعيده تاني لو حتى ما كانش باين في التصوير، أنا دلوقتي أشوفه مع حضراتكم تمام هو كده يعني زي الفل وكان باين. دلوقتي هعمل إيه؟ هاجي أروح جاي واخد سنتي مسروق من الكتف، تاني هاخد سنتي مسروق من الكتف. يعني ايه سنتي مسروق من الكتف؟ تعال نشوف هنا هوت اهو، مش هاخد من هنا من النقطه دي حاجه، نقطه الرقبه هنا، واجي اروح نازل على سنتي، ده كله من الامامي فقط لا غير. شايف اصلا ايه؟ من مفيش خالص لسنتي. ليه؟ عشان خياطه الكتف ما تبقاش مرميه لورا، ما تبقاش خياطه الكتف مرميه لورا. السنتي دوت ليه لازمه؟ اه ليه لازمه، في اللبس هيبان. هتقول لك خياطه الكتف راجعه لورا ليه؟ الخياطه مش في النص، هتبص ليها مرميه لورا، فالسنتي ده ظبط معايا المساله كلها. كده تمام قوي، هقعد على المكنه واقفل الكلام دوت، والحوض اهو معايا مظبوط وكل حاجه، الحوض بتاع ايه؟ بتاع الرقبه، عشان نبدا ايه؟ نظبطه بشريط ستان، هوري حضراتكم تركيبه ازاي؟ ونقطه ثانيه برضو كده خلاص، انا الام قدامي في اخت سالت قالت انا مش فاهمه يعني ايه تفريغه الظهر، تمام قوي، انا معايا ايه؟ معايا المانيكان اهو، معايا المانيكان اهو، ماشي؟ شايف الحته اللي في النص دي؟ هي دي تفريغه الظهر، ادي الظهر عالي من هنا ومنطقة الأرداف، وبعد كده إيه في النص إيه؟ فراغ، هو ده تفريغة الظهر. فباجي أروح جاي بالريجة دي أهي، ماشي، هي دي التفريغة بتاعت الظهر أهي، اللي في النص الظهر دي كده بالظبط، عشان نبقى شايفينها إيه؟ عملي معانا. كده يبقى أنا هقعد دلوقتي وأشتغل في الكتف، نقعد على المكنة ونشوف. أنا كده قربت الكاميرا من المكنة قوي، على اساس ايه؟ قربت الكاميرا من المكنه اهو عشان تبان كل حاجه، لان انا شغال في اسود تمام؟ فعشان بس ما حدش يقول لي انا اصلا ما كانتش واضحه بالنسبه لي او مش باينه. شوف بقى دلوقتي خلاص انا ظبطت الدبابيس كاني بقى شغال على طول اهو. ايديا برده اتظبط معاها قدام المكنه اهو، بص بقى اهو بسرعه اهو بقفل على الحرف خالص مع بعض. بقفل على فكره زي ما قلت انا ممكن بالبريت، ماشي، بريت اللزق اروح حاطط هنا على السن كده واروح لازقهم الاثنين مع بعض، ماشي، واروح دايس عليهم بعد كده بالمكنه خلاص. لكن انا بديك الحاجات المتاحه كلها. افرض ان انا ما عنديش البريت دوت، الماده فاتحه مثلا وهيبان فيها اهو. شوف انا كده قفلت ايه؟ قفلت الحوض، قفلت الكتف، قفلت ايه؟ الجيرو. بس الجيرو كله؟ لا مش الجيرو كله، مش الجيرو كله، انا سايب 10 سم، لان انا قلت لحضرتك ايه؟ هيبقى مقفل في المناطق اللي انا بقفلها بس كده، وهم بعد كده حر مع بعض خالص، حر دوت بعيد عن ده خالص، اهو كده تمام؟ كده انا قفلت الاثنين مع بعض، وريتكم ازاي ان انا اعملهم الدبابيس. تعالى بقى نجيب الظهر معانا، ادي الظهر اهو. نقفل اول حاجه الاكتاف مع بعضيها، وش في وش اهو،
هقفل الكتاف وعامل ايه اوفر على المقفول الاثنين مع بعض، وبعد كده هوري لحضراتكم ايه طريقه تركيب الستان بيه الستان ماشي بنظافه بشكل جميل بحاجه يعني مستواها بفضل الله عز وجل، واما بنعمه ربك تحدث عشان نرد بفضل الله عز وجل حاجه مستواها عالي. تمام اهو كده انا قفلت ايه الكتفين مع بعض، قفلت الكتفين مع بعض. تمام انا دلوقتي لو الكتف دوت انت عارفين ان احنا في حاجه احنا سميناها ايه شداد، حاجه اسمها احنا سميناها ايه شداد. ايه الشداد دوت؟ لما يكون الكتف دوت فيه لكره، لما يكون الكتف ايه فيه لكره زي كده، بص اهو ده فيه لكره اهو، فبالتالي الكتف لو انت واخده مثلا 41 تبص تلاقي جاب معاك 44 من حيث لا تدري. ليه؟ لان الليكره ديت جابت معاك زياده وانت مش واخد بالك. فبعمل ايه؟ بركب لها حاجه اسمها شداد، بسميها حاجه اسمها ايه؟ شداد. الشداد ده بيبقى نوع من الستان اهو موجود. الستان عندي نوعين، الستان عندي نوعين، عندي ستان صيني زي كده اهو مكتوب عليه ايه؟ ميد ان شاين ماشي؟ ده بيبقى رخيص، بيبقى اللفه كلها على بعضيها ب 22 ب 25 جنيه. فهو اللي بستخدمه كحاجات زي كده، شدات زي كده، لان هو ما فيهوش مطاطيه، ما فيهوش مطاطيه، فيمسك الكتف معايا اهو، بركبه على الوش على فكره، على 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 القداماني بمعنى اصح، ما بركبوش على الوراني. كده اهو، واروح جاي واخده ايه في الكتف الثاني كده بالظبط اهو. نشي اهو نشوف كده ونقص الزياده. على فكره ما شدش بقى ايه، ما شدش التحتاني معايا، ما انا كده واخد اهو الستان على قد ده بالظبط. طب تعالى نشد التحتاني هتلاقي الستان ايه قصر، فبالتالي انا لو شديته يبقى كاني ما عملتش حاجه، لا انا مريح التحتاني ما شدتوش، لان التحتاني فيه ايه؟ فيه مطاطيه. انا كده عملت ايه؟ عملت الشداد ده، شد فيه بقى زي ما انت عايز مفيش. تمام؟ طب الستان اللي هيركب لي هنا ده هو الستان الصيني دوت؟ هقول لك لا ما ينفعش. ما ينفعش. في نوع تاني من الستان اسمه ستان ايه؟ تايواني. فرق يعني مش هقول لك فرق السماء من الارض. ما بين ده وما بين ده. ما هو طبعا لان دوت اللفه بتاعته ب 109 او ب 113 واللفه بتاعت دوت ب 22 جنيه، فرق جامد. شوف انت فرق الستانين من بعض اهو. وفرق الخامه وفرق السمك وكل حاجه. فدوت انا بستخدمه لحاجه وده انا بستخدمه لحاجه عشان بس نبقى ايه عارفين الكلام ده كده. ما عنديش ستان، اعمل شريط بالورب واركبه. اعمل شريط بالورب واركبه. تمام؟ وهوريه برده لحضراتكم. انا هعمل الكم هعمل الكتف ده اوفر وبعد كده نيجي ايه نتكلم مع حضراتكم. بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا على اساس ان الفيديو ما يطولش مننا ويبقى فيه تشعب في المساله نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي هنكمل على المكان اللي احنا وقفنا فيه بالظبط ان شاء الله. يعني هربط لكم ما بين الاثنين وبعض بس على اساس ايه ان كم المعلومات اللي انت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضيها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدال على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.